تلفاز رمضان. ازيكو ازيكو ياللي احنا جينا عندوكو، احنا فرحانين، احنا مبسوطين، احنا امورنا مية مية. اليوم بدينا بداية مصرية، خاطرنا باش نحكيو على مسلسل مصري يتعدى في ام بي سي مصر مع الحتيش متاع الليل واسمه ولي العهد. مسلسل هذا اخراج محمد النقلي وبطولة حمد هلال، ريم البارودي، لوسي وعلا غانم. ولي العهد هو مسلسل اجتماعي يحكي قصة اخوات كثرت ما بيناتهم المشاكل بعد ما توفى بوهم. في الحلقة الأولى المسلسل يوري كيفاه بوهم مرض وكيف حس روحه قريب يموت، طلب من والده خالد اللي هو الممثل حمد هلال يمضي على عقد بيع كل ممتلكاته ليه باش يحافظ على ثروته اللي حصلها طول حياته، وخايف زادة من رجال بناته لا يستولوا له على كل شيء. لكن من هنا زادت كثرة المشاكل، كيف توفى بوهم، رجال اخواته البنات داروا على نساهم باش يقلبوهم ويعاركوهم مع اخوهم، قعدوا دايرين بيهم لينوصلوا حبسوه خاطر ضرب المحامي نتاعهم فرد ما عندوش رخصة. تلفاز رمضان اليوم مشات لكم لمصر، وغدوة ان شاء الله تمشي لكم مسلسل اخر في بلاد اخرى. تلفاز رمضان.